أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، حلقة مهمة جدا بعنوان أضرار التدخين. نسبة تعرض الإنسان المدخن أعلى 4 مرات من الإنسان الغير مدخن بالأمراض التالية: سرطان الرئة، السكتة الدماغية، الأمراض القلبية. السجاير بتضيق الأوعية الدموية وبتدمر الأنسجة، ده بيخلي ضربات القلب تبقى أسرع وبيرفع من ضغط الدم وبيسهل تكون الجلطات، ولو الجلطة دي سدت اندفاع الدم إلى أي جزء من أجزاء المخ هيحصل سكتة دماغية، ولو أي وعاء دموي في المخ أو حوالين المخ حصل له انفجار برضه هيحصل سكتة دماغية. أي انسداد للدم اللي بيسببه التدخين ممكن يسبب مشاكل في الجلد والرجلين لعدم وصول الدم بسبب الانسداد اللي سببه التدخين. طيب على ايه ده كله يا جماعة؟ ما نبطل تدخين احسن وما نشربش سجاير خالص، لانها بجد عادة صعبة جدا ومنيلة خالص ب60 نيلة كمان. ربنا يعافينا يا جماعة، بجد التدخين عادة سيئة للغاية، ولو رحتم أي مستشفى قلب أو صدر وشفتم المرضى اللي محجوزين بسبب الأمراض اللي تسبب التدخين بيها هيصعبوا عليكم أوي، وهتعرفوا إن كلامي صح. ربنا يعافينا ويعافيكم ويبعد كل الناس عن التدخين ده، ويا رب العالم يعيش بدون تدخين، لأن مفيش سبب واحد مقنع يخلي الإنسان يدمر نفسه بالشكل ده. والله صدري بيوجعني وأنا بقول الكلام ده. أمال لو كنت مستمر في التدخين كان حصل لي إيه؟ الحمد لله أنا متوقف عن التدخين من سنين طويلة، وربنا يسامحني ويتقبل مني إن شاء الله. توقفي عن التدخين اللي كان قرار مهم جدا في حياتي لمحاولتي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان المفروض مخدش تجربة التدخين من الأول، ولكن جهل وخطأ مني من الأول. ومش عيب إن الإنسان يخطأ، ولكن العيب هو التمادي في الخطأ. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم وفادتكم، أتمنى إننا نحافظ على صحة بعض، وآسف لو وجعتلكم صدركم النهاردة، ولكن الموضوع مهم جدا لأن الصحة غالية أوي أوي أوي. وزي ما وعدتكم إني أكون صريح معاكم دايما وأنصحكم وأنصح نفسي من كل قلبي. شكرا ليكم، استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله. كان معكم المهندس أشرف أسامة.